السويس بأنها مدينة الغريب، ولكن لا يعرف لهذا سبب على وجه التحديد، ربما نسبة للعارف بالله عبد الله الغريب الذي حارب من أجل حماية مواكب الحجيج التي كانت تتعرض للهجوم من قبل القرامطة. تحتضن منطقة الكسارة بالسويس مسجده، مسجد سيدي عبد الله الغريب، أشهر مساجد المحافظة. قيل إنه قائد عسكري مغربي عرف بالجسارة والتقوى والزهد، وروي في التاريخ إنه تصدى في السويس بشجاعة للقرامطة الذين كانوا يعتدون على مواكب الحجيج سنوات متتالية. هناك رواية شعبية تقول إن مؤسس الدولة الفاطمية عبد المهدي عندما علم بنبأ مهاجمة القرامطة لمصر وللحجاج أرسل أبا يوسف المعروف بالغريب، أرسله على رأس حملة عسكرية إلى مصر في عام 936 ميلادية، فتقدمت الحملة من القاهرة حتى بلبيس ومنها إلى القلزم، والتقت مع القرامطة في معركة حاسمة استشهد فيها الغريب في هذه المعركة في ليلة الجمعة 17 من ذي القعدة عام 320 هجرية، ودفن في الضريح الذي أقامه السويس له مع أربعة من مشايخ الصوفية كانوا معه في المعركة، وقد أطلقوا عليه وقتها اسم عبد الله الغريب، مرجعين ذلك إلى أن البشر كلهم عبيد الله، لذا فهو اسمه عبد الله. وحيث أنه حضر في مهمة تتعلق بتأمين طريق حجاج البيت الحرام، أما لفظ الغريب فلكونه ليس من أبناء السويس وإنما ترجع أصوله إلى المغرب، فأصبح اسمه عبد الله الغريب، ويطلق على المنطقة التي يوجد بها مسجد وضريح الغريب، يطلق عليها حي الغريب، وهو من أشهر وأقدم الشوارع في السويس. ويعتقد بعض المؤرخين أن سيدي الغريب هو السبب وراء تسمية القلزم بالسويس، وذلك لأنه كان ينادي على الناس أثناء معركته مع القرامطة ويقول: أقدموا سواسية، أقدموا سواسية، ترهبون أعداء الله. وأصبح قبر وضريح الغريب بعد وفاته مزاراً لحجاج بيت الله الحرام، واستمر إيمان أهالي السويس ببركات سيدي الغريب، حيث يذهب إليه كل عرسان السويس في زفة عرسهم، ويدور موكب الزفاف حول المسجد 7 مرات، وأيضا تحتفل الأمهات بسبوع أطفالهم في رحاب المسجد لينالوا بركة سيدي الغريب. المساجيري. كلمة المساجيري مأخوذة من الفرنسية، وهي تعني البريد البحري، وهي الشركة التي قدمت طلبا إلى محمد سعيد باشا حاكم مصر لإنشاء مبنى إداري للشركة التي تقوم بتصليح السفن، وكان قبل حفر قناة السويس مقرا لنقل الرسائل والأفراد والبضائع من الشرق الأقصى لأوروبا، وأثناء الحفر اتخذ البيت مقراً إدارياً واستراحة للمشرفين على أعمال حفر القناة. وكما نرى هنا سارية للسفن في فناء البيت. ارتبط اسم البيت بالفيلم الشهير ابن حميدو، والذي كان من بطولة الفنان السويسي إسماعيل ياسين، وقد ظهر البيت الأثري في أحد مشاهد الفيلم. قصر شحاتة سليم من أهم قصور ومباني السويس، يرجع تاريخ بنائه لعام 1897. شحاتة
سليم الذي يحمل القصر اسمه هو أحد أعيان مدينة السويس، وكان عضواً بمجلس الأمة في العشرينيات من القرن العشرين، وقد اشترى القصر في عام 1929. والقصر يعد تحفة معمارية فنية رائعة، به عناصر زخرفية بديعة على الطراز الأوروبي. وأهم ما يلفت النظر في واجهات القصر الخارجية وجود مجسمات لطائر الصقر ناجرا جناحيه أعلى النوافذ بالطابق الأرضي. وعلى الرغم من كون عمر القصر أكثر من 120 عام، وهو محتفظ بعناصره المعمارية والفنية المبهرة، إلا أن القصر غير مسجل كأثر. مدينة السويس مدينة ذات تاريخ غني بالجنسيات والأعراق التي سكنتها، فقد انعكس ذلك في وجود كنائس متعددة لمذاهب مختلفة، ومنها كنيسة المخلص الأسقفية بالسويس. التي بنتها الجالية الإنجليزية في السويس عام 1901 لإقامة الشعائر الدينية، ثم ارتداها بعد ذلك الجنود الإنجليز في حقبة الاحتلال البريطاني لمصر والحروب العالمية. تتميز عمارة الكنيسة الأسقفية بالطراز القوطي المعتمد في إضاءته على نوافذ عالية ذات رسوم ملونة، ويظهر الطراز الأوروبي في عمارة الكنيسة في عدم وجود حجاب للهيكل، حيث يستطيع الحضور متابعة كل الطقوس مباشرة. كنيسة الراعي الصالح هي أقدم كنيسة في السويس، حيث تزامن تأسيس الكنيسة والدير مع حفر قناة السويس. وكذلك زرنا كنيسة السيدة العذراء مريم الحبل بلا دنس للاتين الكاثوليك بشارع سعد زغلول. الكنيسة مبنية منذ زمن، ولكن كان يبدو عليها التجديد بعد أن قامت القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية والجيش الثالث الميداني، قاموا بتطويرها وترميمها لتستقبل زوارها من جديد. وكانت الكنيسة قد تعرضت للاعتداء في أغسطس لعام 2014، وتمت إعادة ترميمها وتجديدها وإعادة افتتاحها في عام 2016. نقل مهندسو بناء الكنيسة طراز كنائسهم الأوروبية بنفس التخطيط ونفس عناصرها المعمارية والزخرفية إلى مصر، فاستمرت العمارة المرتفعة والنوافذ الضخمة المتكررة والوحدة الواحدة للكنيسة، فلا يوجد حجاب أو حاجز يداري الهيكل. اشتمال الكنيسة على مميزات الطراز القوطي في وجود العقود المدببة المرتفعة في كل جزء من عمارة الكنيسة، ووجود النوافذ العلوية مع وجود أقبية تحتوي على تماثيل ورسومات وأيقونات للقديسين. Thank you.
راعي الكنيسة بجمع بعض من تراث مصر لتكوين متحف صغير خاص بالكنيسة.